السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الجيد في الرياضيات للسنة السادسة ابتدائي. إذن اليوم سنقوم بإنجاز تمارين الصفحة 119 في درس زوايا الأشكال الهندسية الاعتيادية والعلاقة بينها. إذن نبدأ بأكتشف أولا ABCD مربع قياس ضلعه 6 سنتيمترات والCE منصف الزاوية DCF. إذن الزاوية DCF يعني أن هذه الزاوية كتقيس هذه الزاوية. وبما أن DCE 34 إذن هنا عندنا 34 درجة، فهنا غادي تكون 34 درجة لأن CE منصف. أولا أعيد إنشاء الشكل في دفتري، إذن يجب إعادة الشكل في الدفتر. ب أكمل ما يلي، أقيس باستعمال المنقلة زوايا كل من المثلثين بالشكل المرسوم. إذن هنايا أنا بلا ما نقيس، لأن هنايا خصها تكون أنتم إذا بغيتوا تستعملوا المنقلة هنا غادي تكون 56. هنا عندنا 56 درجة، هنا 34 78. إذن هنا خصها تجي، أنتم استعملوا القياسات بيان سور، 68. إذن هنا غادي تجي 22، وهنايا غادي تجي 78 أولا 68 درجة. إذن باستعمال المنقلة غادي تلقاو هاد القياسات هادو، ولكن يقدر تلقاو قريب شوية لأن القياسات ما كتكونش مضبوطة بالمنقلة. إذن السؤال جيم، مجموع قياسات زوايا المثلث مهما كانت طبيعته هو. دونك إلا خدينا هاد المثلث مثلا دي او سي، غادي نلقاو 34 زائد 56 زائد 90، إذن مجموع زوايا مثلث دائما 180 درجة. كذلك المثلث الآخر إلا جمعنا 68 و 22 غتعطينا 90، و 90 زائد 90 180. السؤال دال، أحدد جميع المضلعات الرباعية في الشكل وأحسب مجموع قياسات زوايا كل مضلع. إذن السؤال دال، المضلعات اللي عندنا كاين عندنا المضلع الاول اللي هو ABCD. اذا عندنا ABCD مربع، اذا هذا المضلع هذا مجموع قياسات زوايا هو شحال؟ 360، 90 زائد 90 زائد 90 زائد 90. وعندنا ولا عندنا الرباعي ACF، كذلك هو رباعي ما هو لا مربع ولا حتى شي حاجة. هذا الرباعي هذا عاوتاني مجموع قياسات زوايا هو 360 درجة. السؤال ها، أكمل ما يلي، مجموع قياسات زوايا مضلع رباعي هو شحال؟ إذن شحال غادي يكون مجموع قياسات زوايا رباعي؟ إذن 360 درجة. كيف ما بغي يكون هذا الرباعي، كان مربع أو لا مستطيل أو لا معين أو متوازي أضلاع أو شبه منحرف أو رباعي عادي. إذن جميع الرباعيات في الزوايا نتاعها المجموع نتاعها 360، فهاد القاعدة غادي نستخدموها ديال الرباعي والمثلث. إذن غادي نمشيو للتمرين 2، ألاحظوا الشكل وأعيد إنشاءه في دفتري. ألف، أحسب قياس الزاوية XLB وأقارنها بقياس كل من ABL وCLM. إذا الزاوية XLB فين هي؟ دونك هذه هي الزاوية XLB، وقالوا لينا غادي نقارنها مع CLM يعني مع هذه ومع هذه. إذن هنايا هذه الزاوية غادي نلقاو، دونك السؤال ألف، قياس الزاوية XLB هو شحال؟ هو 20 درجة، وهي تقايس MLC وتقايس كذلك الزاوية الأخرى
اللي هي أ ب ال. هذا السؤال ألف. السؤال باء، أحسب قياس الزاوية ب ال ام. إذن الزاوية ب ال ام فين هي؟ هي هذه، هذه 22. إذن شنو غادي نقولوا؟ بما أن ب ال ام الزاوية ب ال ام و ام ال سي و ام ال سي متكاملتان، متكاملتان. إذن بما أنهما متكاملتان المجموع ديالهم غيكون 180. إذن ب ال ام زائد ام ال سي غادي يساوي 180 درجة. يعني ب ال ام غادي تساوي 180 درجة ناقص 20، هنا عفوا ماشي 22، 20 درجة. إذن 160 درجة. إذن هذه الزاوية القياس ديالها 160 درجة. هذا السؤال باء، وأستنتج أ إم إل. أ إم إل إذن دابا خصنا نستنتجو هادي، تا هي راه ماشي أستنتج، تا هادي راه فيها الحساب. دونك دابا مجموع، بما أن مجموع زوايا رباعي يساوي 180 درجة، إذن شنو غادي نلقاو؟ أ إم إل شنو غادي تساوي؟ عفوا رباعي 360 درجة، 360 درجة. إذن شنو غادي تساوي أ إم إل؟ غادي تساوي 360 ناقص 110 ناقص 20 ناقص 160 لعاد لقينا. إذن غادي تعطينا 360 ناقص 160 200، و200 نقصناها منها 130 غادي تبقى لنا 70. إذن 70 درجة هو القياس ديال الزاوية اللي بقات لينا. إذن جيم، أحسب قياس أسيبي. أسيبي دابا إلا رجعنا لهذا الرباعي هذا لهذا الشكل وغادي نحطو الزوايا، هنا عندنا 20 وهنا عندنا 10 وهنا عندنا 20. إذن إلا بغينا هاد الزاوية هادي غنطبقو مجموع زوايا مثلث. إذن غنقولو بما أن مجموع زوايا مثلث هو 180 درجة، إذن أ سي بي شنو غادي تساوي؟ غتساوي 180 درجة ناقص 110 ناقص 20، يعني ناقص 130 يعني 70، يعني 70 درجة. دونك 180 ناقص 20 ناقص 110 تبقى نو دونك ماشي 70، ماشي 70. دونك 180 نقصنا من 110 تبقى 70، إذن 50 درجة. دونك حتى هادي كنظن وقيلا غلطنا فيها، 160 غتبقى 200، دونك هادي صحيح، 50 درجة. إذن غادي نمشيو لتمرين 3، أعيد نقل الشكل في دفتري وحدد قياس الزوايا كل من المثلثين أ بي سي و أ إف جي. أ إف سي هو مثلث متساوي الأضلاع، إذن الزوايا ديالو متقايسة. دابا إلا بغينا قياسات، إذن السؤال باء، قياسات زوايا المثلث أبي سي شنو غادي تكون كتساوي؟ غتساوي 360 مقسومة على 3 لأنه متساوي الأضلاع، لأنه متساوي 60 درجة، لأنه متساوي الأضلاع، متساوي الأضلاع. إذن بما أنه متساوي الأضلاع إذن متساوي الزوايا. بالنسبة للمثلث الآخر غادي نبداو بهذه الزاوية، بما أن المثلث
EFG EFG مثلث EFG فهو متساوي الساقين. إذن الزاوية EGF شحال غتساوي؟ EGF غادي تساوي الزاوية EFG وغادي تساوي 70 درجة. احنا لقينا هذه 70 درجة. دابا غادي نستعملوا مجموع زوايا مثلث. إذن بما أن مجموع زوايا مثلث شحال كتساوي 180، إني إلا بغينا الزاوية هذه اللي هي اف جي شنو غادي تكون كتساوي؟ غتساوي 180 درجة ناقص جوج في 70، حيت هادي 70 هادي 70 وهادي 70، إلا نقصنا جوج السبعينات غادي نلقاو الزاوية الثالثة. إذن غتعطينا 180 ناقص 40 يعني 40 درجة. إذن هادي هي الطريقة. إذن ساعدنا اللي ساعدنا في هادشي هو أن المثلث متساوي الساقين. نمشيو للتمرين الموالي ولاحظوا الشكل وأعيد إنشاءه في دفتري. ألف ألف أحدد مجموع قياسات زوايا معين بما أن المعين رباعي. إذن فمجموع، فهذه قاعدة راح نشفناها قبل لحظات، مجموع زوايا معين يساوي كم؟ يساوي 360 درجة. إذن شفنا بأن كل رباعي فمجموع الزوايا 360 درجة. السؤال باء، أتعرف المتقايسة منها؟ إذن بما أن المعين فهو متوازي أضلاع، المعين فهو متوازي أضلاع، معين متوازي أضلاع، ولكن متوازي أضلاع ليس معين. بما أنه متوازي أضلاع فكل زاويتين فيه متقايستين، يعني أن الزاوية E كتساوي الزاوية C، والزاوية A ديال المعين كتساوي الزاوية D. وأحسب مجموع قياسات زوايا كل من المعين A C D E وشبه المنحرف A B D E. أحسب مجموع قياسات، مجموع قياسات صرا 360، علاش غادي نوليو نحسبو؟ دونك ربما هاد السؤال بغاو يقولوا احسب قياسات، بغاو هاد الزوايا هادي، هادي غتكون 45، هادي 45، هادي نلقاوها، وهادي هذا هو ربما المطلوب. اما مجموع قياسات فمجموع قياسات راه 360 لانها رباعيات سواء شبه منحرف او المعين. دونك ربما التمرين السؤال ماشي هذاك هو اللي بغاو يطرح. غادي نمشيو للتمرين الموالي. اعيد رسم المثلث ABD والنقطه C كما في الشكل. الف احدد زاويه تكون متكامله مع الصب، اذن زاويه متكامله مع الصب، شكون هي الزاويه اللي متكامله مع الصب؟ فين هي الصب؟ اذن الصب هي هذه الزاويه المتكامله، هي هذه، اذن هي BCD BCD هي المتكاملة معها، كتكملها يعني كتكمل 180. السؤال باء، أحدد قياس كل من BCD. إذن BCD شنو غادي تكون كتساوي؟ بما أنها متكاملة مع الصب غتكون كتساوي 180 ناقص الصب، يعني أنها كتساوي 180 ناقص 120 يعني 60 درجة. إذن هذه كتساوي 60 درجة. ثم الزاوية الأخرى اللي قالوا لنا سي بي دي، سي بي دي متتامة. دونك لدينا بي سي دي، عفوا سي بي دي، سي بي دي متتامة ماشي متكاملة، متتامة مع بي سي دي، مع اللي عاد حسبنا. إذن
سي بي دي غادي تكون كتساوي 90 ناقص بي سي دي، يعني 90 ناقص 60 يعني 30 درجة، لأن يلا حسبنا الزاوية عفوا الزاوية بي سي دي يلا حددناها لقيناها كتساوي 60 درجة. دونك غادي نمشيو لتمرين آخر. التمرين هنايا بالفرنسية عندنا بي دي إلى بي سيكتريس، بي دي إلى بي سيكتريس دو أ بي، يعني هنا 45 وهنا 45. J'explique pourquoi les droites ADE, AD et BE sont parallèles. AD et BE sont parallèles. علاش هما parallèles؟ لأن puisque علاش هما parallèles؟ هذا السؤال صراحة ديال السنة الجاية ديال ديال السنة الأولى إعدادي. دونك بيسك عندنا أ بي دي كتساوي 45 وعندنا بي دي بي أو كتساوي حتى هي 45، إذن الزاوية أ بي أو كتساوي 90، كتساوي 90 دوغري. إذن إلا كانت هذه 90 وعندنا هنا 90، إذن سيتادير كوا بي او اي ا دي بيربونديكولير، بيربونديكولير سور لا ميم دروات اللي هي، إذن بما أنهم عمودين على لا ميم دروات اللي هي ا بي، إذن دونك ils sont parallèles، دونك ا بي est parallèle à b. دونك je calcule la mesure des angles a d b، بغينا نحسبوا الزاوية ا د بي، فين هي ا د بي؟ دونك ا د بي هنا غنستعملوا متتامتان كومبليمونتير، وغادي نحسبوا بي دي او، بي دي او هادي دونك غادي نبداو بالزاويه الاولى اللي هي بي ا بي دي، دونك ا بي دي دونك اون ا بي دي et ADP sont complémentaires. Complémentaires, يعني متتامتان، يعني أن ADP غتساوي 90 ناقص 45 ناقص 45 ستدير 45 دوغري، 45 دوغري. هذه بالنسبة للزاوية الأولى. بالنسبة للزاوية الأخرى شنو عندنا؟ عندنا هنا 45 هنا حتى هنا 45، غادي نطبقوا لا سوم دي زونغل دان تريونغل، وبالتالي هنا غادي تبقى لنا 90. دونك دون لو تريونغل أولا بلا ما نقولوا دون لو تريونغل، غادي نقولوا اون لا سوم des angles du triangle شكون هو B D E égal à 180، يعني أن B D E غادي تكون كتساوي 180 ناقص 45 ناقص 45، يعني غادي تساوي 90 دوغري. إذن هاد الزاوية هادي كتساوي 90. دونك غادي ندوزو ليكزيرسيس سويفون، ليكزيرسيس 7، أعيدو رسم الشكل في دفتري، أتعرف وأكتب زاويتين متتامتين وأخريين متكاملتين، إذن أ
غادي نقلبوا على زاويتين متتامتين ثم زاويتين متكاملتين متتامتين مجموعهما 190. إذن هادو بجوج، هادو بجوج مجموعهما 90. إذن عندنا M A B وشكون آخر و B A D مجموع نتاعهم 90 متتامتان. هما هادو، هما هادو، هادي وهادي متكاملتان. متكاملتان إذن عندنا N A C وشكون آخر و D A C. هذا السؤال ألف. غادي نمشيو للسؤال باء. احسب قياس الزوايا سي ا ان. سي ا ان اذا سي ا ان شنو غادي تساوي؟ سي ا ان هادي غادي تساوي 180 ناقص 90 ناقص 26. من هنا لهنا عندنا 180 ياك، نقصوا منها 90 هذه زاوية قائمة ونقصوا 26 غادي يبقى لنا الباقي. إذن غادي نعرفوا القياس تاع هذيك الزاوية شحال. نقصوا 90 غتبقى 90، 90 نقصوا 26 غنقصوا 20 تبقى 70. إذن 70 نقصوا منها 6 غتبقى 64 دوغري. إذن دابا غنمسحوا هذا الشيء ونديروا تما 64 دوغري باش ربما نحتاجوها 64. هذه الزاوية الأخرى سي أدي، سي أدي، سي أدي هذه سي أدي قلنا زاويتان متكاملتان يعني غادي تساوي 180 ناقص سي أن، ناقص سي أن يعني 180، 180 ناقص 64. إذا نقصنا 60 غادي تبقى 120 وإذا نقصنا 4 تبقى 116. دابا الزاوية الثالثة اللي هي دي أبي، دي أبي إذن ماذا ستساوي دي أبي؟ دي أبي هي هادي. دي أبي عندنا هادي شحال لقيناها 116. إذن غادي تكون كتساوي 180، 180 درجة ناقص 116. إلا نقصنا 116 غادي تبقى 64، 64 دوغري. دونك فوالا، إذن هذا آخر تمرين في هذه الصفحة. نوعدنا مع صفحة قادمة بإذن الله.